ينضم إلينا على الهاتف الأستاذ محمد هيكل الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بعد التحية لحضرتك، كيف تقرأ هذا المشهد الحالي في غزة مع تصعيد إسرائيل لعدوانها واحتلالها مع بالرفح من الجانب الفلسطيني؟ الحقيقة هو استكمال الجريمة الكاملة اللي إسرائيل بتقوم فيها والحكومة الحرب الإسرائيلية بالحرب على غزة واقتحام رفح والاستمرار في نهج التجويع ومحاصرة اللاجئين المهجرين أصلا من أراضيهم في كل أنحاء غزة، هو بالأساس نتيجة للشلل السياسي اللي تعاني منه إسرائيل. الحقيقة خلينا نقول نتيجة لاستمرار الحرب، ونتيجة طبعا طبيعي نتنياهو بيحاول يمد أمد الحرب على لأكتر وقت يقدر من خلاله يستمر في مع حكومته موجود. بنشوف النهارده الانقسامات اللي موجوده في الحكومه الاسرائيليه، علم نتنياهو بان النخبه الاسرائيليه والمجتمع الاسرائيلي مصمم على الاستمرار في الحرب لانه لن يتخذ اي حراك سياسي او قرار سياسي دون تحقيق انتصار على الحرب وطبعا تحقيق الاهداف المعلنه ليه بالقضاء على حماس، بيستغلوا لصالح إطالة أمد الحرب والاستمرار في جريمته بالتجويع أهل غزة وقتلهم عن طريق بقى حصارهم عسكريا، وطبعا حصارهم زي ما أشار تقريركم إلى رفض إدخال المساعدات ورفض حتى إدخال أو خروج المصابين للعلاج، أمر فظيع بتقوم بتستمر فيه الحكومة الإسرائيلية بهدف واضح ومعلن وهو الهدف المعلن القضاء على حماس. طبعا الانقسام السياسي الواضح واضح منه التخبط حتى في القرار السياسي بالاستمرار بالحرب. نشوف المجتمع الدولي صحيح، لانه هذه الاهداف يعني التي اعلنتها اسرائيل لحربها على غزه يعني لم تتحقق، فالداخل الاسرائيلي هو منقسم، لا يرى هذه الاهداف تتحقق ولا يرى المحتجزين يعودون مره اخرى، ولكنه يرى استمرار للحرب وفقط. صحيح، هو استمرار الحرب الأهداف لا تتحقق، لا الرهائن بيرجعوا ولا حتى المسار السياسي لعمل هدنة وتبادل الأسرى بالرهائن اللي مصر ليها دور كبير فيه وبالإضافة للأطراف الدولية المساهمة بنشوف فيه تقدم، مع أن كان فيه أمل كبير، بارقة أمل كبيرة للجهود السياسية مؤخرا، لكن بنشوف دلوقتي الحكومة الإسرائيلية مع تعنتها واستمرارها في عملية رفح هو خلينا نقول هدم للجهود السياسيه اللي كل الاطراف بتحاول تقوم بها لانقاذ الشعب الفلسطيني وانقاذ الوضع الانساني اللي بيتدهور يوم عن يوم، 13 يوم كامل من دون اي مساعدات غذائيه بتخش للقطاع مع استمرار الحرب مع الاستمرار في الماساه الانسانيه هناك. انا بتخيل ان ده اسرائيل والحكومه الاسرائيليه لازم تتحمل نتائج الافعال ده تاريخيا وامام التاريخ. بنشوف النهارده ضغط مصري وضغط من المجتمع الدولي اكبر على اسرائيل، مصر اعلنت ان هي هتنضم رسميا لدعوه جنوب افريقيا بالاضافه لخطوات تصعيديه اخرى ممكن تاخدها مصر في حال استمر الاقتحام الاسرائيلي لرفح واستمرار العمليات الاسرائيليه في رفح. الانقسام في الداخل الاسرائيلي اعتقد ان هو بيخلي نتنياهو مش قادر يسيطر على العملية العسكرية بشكل كامل في رؤيته ان هو هيتخلص امتى من حماس، يضع مواعيد زي ما جالنت والحكومة طلبت منه ان هو يحط يوم 6 يونيو ويدينا معاد او استراتيجية كاملة هنخلص او هيتم التخلص امتى من حماس. واعتقد ان هو حتى هدف ما بقاش واقعي دلوقتي، لان مع استمرار العملية اليوم 13 ومع العمليات المستمرة للجيش الاسرائيلي ولا زال بنشوف ان ما فيش حتى تحقيق نجاح حقيقي على الارض. صحيح، ما الواقع على الارض يتناقض تماما مع تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي. بالظبط بالظبط، هو الهدف من تصريحاته المستمرة ان هو يحافظ على منطقية الحرب، خلينا نقول منطقية استمرار الحرب، بيحافظ على شعبيته لدى المجتمع الاسرائيلي ما تبقى منها لدى بالاخص اليمينيين الراغبين في الاستمرار في الحرب. بنشوف جهود دبلوماسية وجهود دولية كبيرة بتتمارس ضغط على اسرائيل، بنشوف لاول مرة امريكا والرئيس بايدن بيعلن ان هو هيقطع السلاح عن اسرائيل والامدادات العسكرية، كلها تفاعلات سياسية بنشوفها للضغط اكتر على اسرائيل. اعتقد ان هي من الاسباب ايضا المؤدية للانقسام، وما ننساش الانقسام الحالي في الحكومة الاسرائيلية بالاساس هو ظهر للعلن مع خلينا نقول الفشل في تحقيق اهداف الحرب، لكن هو انقسام عميق وموجود من فتره من قبل الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه. طبعا يمكن هذه الحرب هي التي اطالت امد هذه الحكومه الاسرائيليه.
بالظبط بالظبط، هو ده ما بيسعى له نتنياهو او رئيس الحكومه الاسرائيليه دلوقتي، ان هو يطيل امد الحرب لاطول وقت ممكن، بغض النظر عن الثمن الانساني اللي ممكن العالم بيشوفه النهارده. وهو مستمر في عمليه رفح على هذا الاساس، على اساس تحقيق اهدافه المعلنه. حتى الحكومه الاسرائيليه منقسمه حتى على مفهوم اليوم التالي لما بعد الحرب، وده اللي شفناه في التصريحات المتبادله من اطراف الحكومه فيما يتعلق باليوم التالي وضرورة وجود خطة يعني من جانب الحكومة الإسرائيلية. طيب نرى هذه الانقسامات كثيرا يا أستاذ محمد، ولكن يبدو أن هذه الحكومة هي صامدة. بالفعل هي مستمرة على خلفية أن هي تعلم جيدا أن المجتمع الإسرائيلي أو النخبة السياسية ترغب في تحقيق انتصار على الحرب، ان هو الايديولوجي في النخبه للنخبه الاسرائيليه ان اللي حصل من رعب وانكسار خلينا نقول في 7 اكتوبر والخوف داخل المجتمع الاسرائيلي لسه موجود، وطالما لم يتحقق نصر بالاهداف المعلنه اللي الحكومه اعلنتها مش هيبقى في تغيير سياسي واضح على في ظني، يعني لان هم محتاجين الانتهاء من الحرب بشكل يرضي المجتمع والنخبه السياسيه هناك، عشان يبقى في نهايه للي هم شافوه في 7 اكتوبر، وبالنسبه لهم تخلصوا من الفكره دي وحصل انتصار وقد يكون في تغيير الحكومه فيما بعد او كده. وهو ده اللي بيستغله دلوقتي نتنياهو، ان هو يطول على قد ما يقدر امد الحرب بالعمليات مع على رفح اللي مش هتحقق اي من اهدافها في وجهه نظري، ومش هتحقق مش هترجع النهائيين. النهارده في اخبار عن رهينه رجعوها او رفات احد الرهائن، يعني مجرد اعتقد يعني تسكين للمجتمع الاسرائيلي، وما اعتقدش ان ده هيؤدي للوصول لنهايه سواء سياسيا او عسكريا. انا بشكرك على هذا التحليل الاستاذ محمد هيكل الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، شكرا لك.